السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس ديال اليوم غادي يدور حول لي كونتور، وغادي نشوفوا اليوم واحد الكونتور مهم اللي هو كونتور باص بين ال 160، وغنشوفوا الاستعمالات ديالو. اول حاجه غنمشيو للداتا شيت ديال الشركه المصنعه ونشوفوا هذا الكونتور شنو فيه، يعني نشوفوا لي زونتري ديالو، لي سورتي اكسترا. اش كنلاحظ ان عنده في الواحد ديالو هي الكلير بار، الكلوك في الجوج، مهم الى لي زونطري هما هادو، لي سورتي هما هادو، الفي سي سي هو 16، الجي ان دي هو 8، انابل بي و انابل تي غادي نفهمو مزيان فين كنستعملوهم، وعندو اللود بار هي 9 الى ما ذلك. غادي نمشيو نديرو السيميلاسيون ديال هاد الكونتور هذا في الايزيس، واول استعمال غنديرو هو ان كونتور اللي كيحسب ليا من صفر حتى لتسعود، يعني كونتور من صفر حتى لتسعود ويعاود يرجع للصفر. الو شنو غادي نحتاج باش ندير هاد الكونتور هذا؟ اول حاجه انا باغيه يبدا من الزيرو ويطلع حتى لتسعود، هو اوتوماتيكمون سي ان كونتور ديسيمال، كيطلع حدو تسعود وكيتعاود رميز ازيرو، يعني كلير ما غاديش نحتاجها، يعني غندوزها للان، يعني غندوزها للفي سي سي. كتلاحظوا معنا الكلير فيها بار، اش كتعني بار؟ يعني الا بغيت ناكتيفيها خاصني نعطيها صفر، باش الا عطيتها صفر مع البار غترجع واحد، غادي ناكتيفي الريزيت ديال السيركوي ديالي، الريزيت يعني لا غوميز ا زيرو. كذلك اللود، الا بغيت مثلا نشارجي هاد الكونتور بشي فالور، خاص هاد اللود هادي نعطيها صفر، بس صفر ترجع واحد، وغادي نلاودي يعني غنشارجي بهاد لي زونطري اللي بغيت. اتفقنا، يعني الزيرو هو باش كنأكتيفي والان باش كنديزاكتيفي. انا هاد الكونتور ديالي خاصني نديزاكتيفي ليه الزيرو، نديزاكتيفي ليه الكلير ونديزاكتيفي ليه اللاود. اول حاجة نمشيو للبيبليوتيك ونكتبو 74 ادس 160. فوالا، اش كتب ليا في هذا الكونتور؟ كتب ليا بانه مشيت ان كونتور لي كونتور لي سينكرون، ولكن عنده الماستر كلير او الماستر ريزيت اسينكرون. اش كتعني ماستر ريزيت اسينكرون؟ يعني ما كيتسوقش الكلوك، ان فوا كتجي الزيرو في الكلير كيدير لا غوميز زيرو، ما كيتسناش الكلوك تم فوري. اذا غاش غنديرو؟ غنديرو ان كونتور كما شفنا من صفر حتى لتسعود، يعني هل انابل بين دوزهم بوزيتيف، فوالا اللود ندوزها البوزيتيف، نمشي نجيب ان سينيال ديال الكلوك هو هذا، ندير واحد دوبل كليك على هنا. كنلاحظو بان سيت ان سينيال كلوك ديال واحد هيرتز، يعني كيطلع بأون سكوند. واخا نمشي نمشي ندير، غنمشي نجيب واحد لافيشير سات سيغمون باش نشوف لي سورتي ديالي. فوالا، هاد لافيسور الميزه ديالو انه في ان ديكودور لداخل، يعني ما غنصدوش راسنا مع ديكودور 47 كما شفنا في الكور اللي قبل، في ان ديكودور انتيغري لداخل. فوالا، لو بايت لو بلو فابل هو هذا اللي من اليمين، و بلو فور هو اللي على اليسار. داكور، اش غنمشي ندير دابا؟ غادي نمشي نجيب ما يسمى باللوجيك ستيت. فوالا لوجيك ستيت باش نفهمو مزيان هاديك الماستر ريزيت. فوالا لاحظو معايا، غادي نسيميلي انا وراك هنا على بلاي، غادي نسيميلي الكونتور ديالي مبلوكي في الزيرو. علاش؟ لان الماستر ريزيت ديالو فيها صفر، اون فوا غتولي واحد، لان مادام فيها صفر صفر انفيرسي كترجع واحد. لاحظوا معايا هاد الدوار هاد، يعني كترجع يعني انفيرسي كترجع واحد، اذا اني ماكتيفي ليه الريزيت ديالو اكتيفي، اون فوا نرجعها واحد كيبدا الكونتاج خدام، واحد جوج، لان واحد غادي تانفيرسي غيرجع زيرو، اذا زيرو كتعني راني ما ماكتيفيش ليه الماستر كلير. لاحظوا معايا باش عرفوا بانه ما كيتسوقش للوغلوج، غير غادي نرد زيرو الرميزه زيرو، تم ما تسوقش للوغلوج. غنعاودها مره اخرى، واحد جوج ثلاثة، غير غادي نوريك على كيدير لو ميزا زيرو، تم فوري، يعني ما كيتسوقش الاسينكرون مع الكلوك. غادي نشوفو فين غادي نحتاجو هادي مزيانة. كيما كتلاحظو معايا ستان كونتور
لي كيت لا من صفر حتى لتسعود وكيرجع اوتوماتيكمون صفر. سي ان كونتور ديسيمال. 4 5 6 7 8 9 اوتوماتيكمون غادي يرجع للزيرو ولا ما ذلك. فوالا حنا فهمنا مزيان اش كتعني الماستر الماستر ريزات. يعني الماستر ريزات خاصني نورمالمون نديها البوزيتيف وغيبدا الكونتاج نورمال. بان لي مفهوم الخدمه ديالو في الاول يعني كونتور عادي. دابا غنديرو مثلا ان كونتور اللي كيمشي من صفر حتى 3 يعني حدو 3 ويتعاود يرجع للزيرو. صفر 3 يدير صفر 1 2 3 صفر 1 2 3 يبقى ديما يدير صفر 1 2 3. كي غادي نديرو ليه كي غادي نديرو ليه يعني حنا بغينا يطلع حتى 3 ويرجع للزيرو. باش غادي نديروه غادي نمشيو نجيبو واحد البورت ناند. علاش ناند؟ لان بورت انفيرسي. يعني فاش تاكتيفا البورت تخرج لي الزيرو ونكتيفي الماستر ريزيت الماستر كلير يعني الريزيت لان الريزيت عندو انفيرسي. داك الشيء لان بورت انفيرسي اش كيتعني؟ يطلع من صفر حتى 3 يعني افيشي لي 3 ولكن يرجع للزيرو ويبدا الحساب. كما قلنا مادام عندو الريزيت تمتم يعني فورية اش غنمشي ندير ضروري خصني ندوز ان ايتاب بروشين. يعني الا بغيتو يوقف حدو 3 نطلعو اكسبري الربعة. شنو هي الربعة؟ الربعة هي 1 0 0 هادي الربعة. فوالا ونسيميليو نحضر معايا 0 1 2 3 الربعة يدير لهم إذا 0 ما غتبانش الربعة ما غتبانش. 1 2 3 أو 1 و 3 ويرجع للزيرو لأن غير هاديك الربعة غير كي كيدير الربعة ما عندو هاديك الرميزة زيرو فورية كيدوز هادي كيأكتيفيها تيدير لها رميزة زيرو. يعني ديما مادام عندو ماستر كلير ما كتسوقش لوغلوج باش نوقفو في واحد ليطاب خاصني ندوز ليطاب لي من بعد منها. يعني كنعاود نأكد فيها ندوز ليطاب لي من بعد منها. بان ليا راه واضح هاد الكونتور 0 3. غنشوفو مثلا دابا بغينا ندير كونتور 0 7 يعني حدو حد 7 ويرجع للزيرو يمشي 7 ويرجع للزيرو. داكور سي سامبل. ديما اش قلنا بغينا يرجع 7 ويرجع للزيرو خاصنا ندوزو الايطاب لي من بعد منها. الايطاب لي من بعد منها شنو هي؟ هي 8 يعني خاصنا نطلعو حتى 8 ويرجع للزيرو. نحتاجو النوت يعني بورت انفيرسوز وغنحتاجو لواحد ناند دير الربعة. فوالا الوغ هاهي الناند ديال الربعة ديالنا. هاهي ديما حنا بغينا نوقف في 7 ويرجع للزيرو خاصنا نطلعوه اكسبري للتمنية. شنو هي التمنية؟ التمنية هي 1 0 0 0 هادي 8. الو مادام هو 1 يعني في البايت البلو فور غيكون فيه 1 ولي زوج خبات غيكون فيهم 0 0 0 يعني خصني ندير لهم دي بورت انفيرسوز باش ها الله تاكتيفا ليا البورت لوجيك ديالي ندير الربعة. فوالا 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 هاي 8 1 0 0 0 نسيميلو 0 1 2 3 4 5 6 7 غتعرفي جات 7 8 ما غتعرفيش غيرجع للزيرو. كيما تلاحظوا معايا بغيت نوقفو في 7 دزت لي طاب لي من بعد منها. لي طاب من بعد منها شناهي؟ هي 8. درت 8 بالعاني باش نوقفو في 7 لأن عندو الماستر كلير فورية. بات ليا مفهومة. الو هنا فهمنا كيفاش اننا نطلعوه حتى لواحد لافالور ونرجعوه للزيرو. نطلعوا لافالور ونرجعوه للزيرو اش استعملنا؟ استعملنا الماستر كلير. داكور دابا غادي نشوفوا اننا نخدموا اللود.
اش بغينا هاد الكونتور ديالنا يبدا من 3 ويطلع حتى ل 8 ويعاود يرجع 3 ويمشي ل 8 يعاود يرجع 3 ويمشي ل 8. اش غادي نديرو؟ اول حاجه بغيناه حدو حد نبداو بعدا بغيناه حدو حد حد 8 ويرجع باش مزيان سميتو باش مزيان اللود انه سينكرون مع لوغلوج اللود سينكرون مع لوغلوج كتسنى لوغلوج ماشي بحالو بحال الماستر ريزلت. ها الماستر ريزلت غادي نتهنى منه غندير بوزيتيف ولكن اللود غادي نحتاجو. الوغ حنا بغيناش باش بغينا نلوديه وبغينا نلوديه بالثلاثة يعني بغينا نشارجيه بالثلاثة. ثلاثة اش كتعني؟ زيرو زيرو ان ان فوالا 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 زيرو زيرو ان ان حنا غادي نلوديو بالثلاثة ولكن وصل ثمانية ويوقف. شنو هي ثمانية؟ ثمانية دائما نرجعو البورت لوجيك نخليوها ماشي مشكل. فوالا البورت لوجيك غتمشي مع اللود. لاحظوا معايا انا بغيت يطلع حدو حد 8 ما دازش الايطاب اللي من بعد منا ماشي بحال الماستر ريزت لان اللود ديالو عندها علاقه مع الكلوك. هانتوما تشوفوها في السيميلاسيون مزيان. صفر واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة ثمانية اللود ورجع ثلاثة هذا ورجع ثلاثة ويبقى ثمانية ورجع ثلاثة. واخا انا داير لي هنا ثمانية ما طلعتش اني طاب بروشين لان عنده اللود ديالو عندها علاقة مع الكلوك ماشي فورية. فوالا كما كتلاحظوا ثلاثة ثمانية ثلاثة ثمانية ثلاثة ثمانية بليا ليكزومبل مفهوم وسهل. دابا غندوزو الاكزومبل وقت شويه صعيب عليه هو الاكزومبل ديال ان كونتور اللي كيحسب من صفر حتى ل 59. واخا الو دابا غادي نشوفو كيفاش نصايبو هاد الكونتور من صفر حتى ل 59. أولا نديرو هذا كونتور يحسب من صفر حتى لخمسة يعني يحسب العشرات ونجيبو أن أوتر كونتور لي غادي يدينا الحساب حتى ل يدينا الحساب ديال الوحدات. واحد غادي يدير الحساب ديال العشرات والآخر غادي يدير الحساب ديال الوحدات. هذا اللي علي من غادي يدير الحساب ديال الوحدات يعني من صفر حتى لتسعود واللي على اليسار غادي يدير الحساب حدو حد خمسة. داكور اتفقنا. اذا هذا بغيناه يطلع حدو حد خمسة ويدير لا غوميز ا زيرو. شنو هي خمسة؟ كما قلنا خمسة يعني يطلع تال ستة باش يدير لا غوميز ا زيرو كما شفنا في الاخرين ديما كيطلع ليطاب بروشين. شنو هي ستة؟ ستة هي واحد واحد صفر هي ستة يعني غنجيبو بورت انفرسوز هنا واحد واحد صفر انابل بو انابل تين دوزون بوزيتيف ونشوف واش غادي يطلع الخمسة. هنا فوالا اربعة خمسة ورجع الزيرو مزيان لان لو دينا لان درنا لو رميز في ستة ديما كنطلعو لطاب بروشين كنديرو ستة باش هلا يوقف حد الخمسة دائما ماستر كلير ما كتسوقش لوغلوج. داكور ها هو مزيان هذا صفر خمسة. هذا ما غادي ندير فيه والو ما غادي زعما نلوديوه ما غنديرو ليه رميزة زيرو. بغينا ندير صفر تسعود عادي الوغ انابل بي و انابل تي ديالو ندوزوهم بوزيتيف اللود ندوزها بوزيتيف الريزات ندوزها بوزيتيف يكون عندهم لو ميم سينيال دوغلوج اللي هو هذا. داكور الوغ هنا غادي نجيو نشوفو واحد القضيه غنشوفو الدور ديال هاد الانابل بي وانابل تي ما هضرناش عليهم. الدور ديالهم شنو هو؟ هما اللي كيمكنوا
انابل بي هو اللي كيمكن من اللود باش كان لو باش كان شارجي الكونتور ديالي. باش نحيدو هادو من هنا ما عندهم حتى فائده. باش نشارجي الكونتور ديالي هاد الانابل بي الا ما كانتش في البوزيتيف الكونتور ديالي ما كيتشارجاش، يعني كتسمى انابل داتا. والانابل انابل تي كتعني لوغلوج انابل اكتيفي لوغلوج، يعني لما كتشدي هاد الانابل تي ما كتشديها البوزيتيف، هاد الانابل تي ما كتشديها البوزيتيف واخا لوغلوج كتدخل واخا الكونتور راه مصايب مزيان ما غاديش يكونتي ليا والو، لان هاد الانابل تي الي ديزاكتيفي. بحال تقول هنا لداخل كاينه انابل تي كاينه بورت لوجيك اند مع لوغلوج، وهاد الانابل بي كاينه بورت لوجيك اند مع هاد اللي كتاكتيفي ليا لي داتا يعني لي زونطري. الوغ هذا بغيناه حتى يوصل هذا التسعود ويرجع الزيرو، وهذا يوقع لي يطلع الواحد، هذا عاوتاني يوصل التسعود، هذا يطلع الجوج، هذا يوصل التسعود، هذا يطلع الثلاثة. حنا بغينا نحسبو صفر 59. شكون اللي كيمكننا من هادشي؟ هو الار سي او. هاد الار سي او اون فوا هذا كيوصل التسعود، هادي كتعني الصورتي كتولي فيها واحد. هذا اون فوا وصل التسعود كيرد هاد الار سي او الواحد، ثم كيردها للزيرو مرة أخرى. يعني هاد الار سي او هي اللي غتمشي تاكتيفي ليا الانيبل بي والانيبل تي. هذا فاش غادي يوصل التسعود غادي اكتيفي هاد الار سي او، الار سي او غتاكتيفي بدورها الانيبل بي والانيبل تي، هذا غادي يطلع الرقم واحد، ولكن اوتوماتيكمون كيرجع في البروشان فخون ديال لوغلوج كيرجع هاد الار سي او لزيرو. فاش كيرجع هاد الار سي او لزيرو هذا كيبقى مكوانسي في واحد، عاوتاني هذا كيحسب صفر تسعود كيأكتيفي ليا الار سي او مرة أخرى، ار سي او كتاكتيفي ليا كلشي اللي كاين في الكونتور، هذا كيطلع للجوج، ار سي او كترجع للزيرو من بعد الفخون الاخر ديال لوغلوج، هذا كيبقى مبلوكي في الجوج وكيبقى غادي 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 حتى ل 59. غادي نسرعو شويه لوغلوج، نديرو واحد 5 ولا 6 كاع ونشوفو شنو غادي يطرا. 0 1 2 3 4 5 6 7 9 هاو اكتيفا، هذا باقا مبلوكي في الواحد لان ار سي او مازال ما وصلت للواحد. هاي واحد اكتيفا مره اخرى، ار سي او تاكتيفا 3 تبقى، هذا فين ما وصلت 9 كاكتيفي الار سي او، الار سي او كاكتيفي انيبل بي انيبل تي. 5 1 هاي وصلت 9 لا ويدير روميز ازيرو، هاو كيحسب من صفر حتى ل 59. بان ليا بانه واضح كونتور عادي. غنشوفو دابا واحد سيميلاسيون في سوغ لابتيك. كما كتشوفو معايا الان عندي هنا سوغ لابتيك ان كونتور اللي كيحسب من صفر حتى لتسعود. مناش كتكون هاد السيركوي ديالي؟ كتكون من لوغلوج اللي مصايبه بان او 555، ستان سيركوي خاص باش كيصايب لوغلوج. الكونتور 74 ال اس 160 والديكودور 74 ال اس 47 اللي شفنا في الدرس اللي قبل، ولافيشور 7 سيغمون. سميتو لوغلوج ديالي مسبب كما قلت لكم بالسيركوي ان او 555. في الدرس الماجي ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نصايبو دي سينيال دوغلوج بهذا السيركوي هذا، وكيفاش نتحكمو في لافيتاس يعني في الفريكونس ديال لوغلوج. نتلاقاو ان شاء الله في الدرس الماجي، وغادي يكون مع لو كونتور 74 ال اس 161 سان كونتور اكزا تيسيمال. السلام عليكم ورحمه الله.